سحبت الحكومة الموريتانية ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة التي يرأس مجلسها العلمي الشيخ محمد الحسن الددو المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين. ويأتي سحب ترخيص الجامعة بعد أيام من إغلاق مركز تكوين العلماء الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن الددو أيضا. وتدخل هذه الإجراءات المتلاحقة ضمن توجه للحكومة والسلطات الموريتانية نحو ما تسميه محاربة التطرف الذي تتهم به بعض المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.